لسه واقف، ما تسيبنا. أب وابنه هيتكلموا، مش يمكن في أسرار؟ أه أنا آسف. أنا إبراهيم، عايز حاجة؟ الحقيقة بابا ما ينفعش ما تقعد تقول الحقيقة والواقع، ما فيش وقت للكلام ده. الساعة 4 دلوقتي وأنا عندي ميعاد مصيري الساعة 5، لو اتأخرت ثانية يبوظ. أنا عاوز حضرتك تيجي معايا الجامعة. أجي معاك دلوقتي؟ لا يا بابا، أصلهم سحبوا مني الكارنيه وحرموني من امتحان السنة دي، وعايز حضرتك تيجي معايا بكرة عشان تقابل وكيل الكلية. هما قالوا كل طالب لازم يجيب ولي أمر. أنت معايا يا بابا؟ أيوه معاك يا حبيبي. كويس، برافو عليك. هو إيه ده اللي كويس؟ هو أنت كنت بتقول إيه؟ بقول لحضرتك رفضوني من الكلية. رفضوك؟ لا مش من حقهم. أنا لا يمكن أسكت على الموضوع ده. أنا بكرة هاجي لك الصبح لأقابل عميد الكلية، رئيس الجامعة كمان. انسى الموضوع ده، اعتبره خلص خلاص.